المعارضون يخرجون في تظاهرات جمعة خبز الدم، ولافروف يحض النظام على تنفيذ وعوده بالحوار. في خضم جوجلة المبادرات وتفاصيلها لحل سياسي للأزمة السورية، أطلق الناشطون عنوانا جديدا لتظاهرات الجمعة يعكس حال الشارع السوري، جمعة خبز الدم. وأرفقوا الدعوة بهذه الصورة وعليها وفق ما كتبوا خريطة عار لعالم صامت رسمت على خبز تغمس بدماء السوريين. التظاهرات خرجت كالعادة في المدن السورية المختلفة رغم التطورات العسكرية والمعارك المستمرة. في ريف دمشق شنت المقاتلات غارات جوية على دمشق بعد ليلة شهدت عمليات قصف ومعارك طالت عددا من أحياء العاصمة وفق المرصد السوري، الذي أشار أيضا إلى أن الجيش السوري انسحب من عدة مناطق في محيط دمشق بعد هجمات لمقاتلي المعارضة على حواجز عسكرية. في هذه الأجواء تتواصل في موسكو المساعي الدبلوماسية لحل النزاع في سوريا، وفي انتظار المشاورات مع المبعوث الأممي الأخضر لإبراهيم السبت، أكد وزير الخارجية سيرجي لافروف بعد لقاء مع نظيره المصري محمد عمر أن بلاده تحض القيادة السورية على بذل أقصى الجهود لتنفيذ دعواتها إلى الحوار مع المعارضة لتسوية النزاع في سوريا. شجعنا فعليا كما نفعل منذ أشهر القيادة السورية على تنفيذ ما أعلنته من استعدادها للحوار مع المعارضة، وعلى الأسرة الدولية الامتناع عن تحريض هذا الطرف أو ذاك على العنف أو وضع شروط مسبقة. مع الاحترام الشديد للأسرة الدولية، الشعب السوري هو من يقرر مستقبل الأسد. من جهته شدد عمر على أهمية المرحلة الانتقالية، ولذلك فمن المهم الآن النظر في عملية انتقال محكومة وعملية انتقال منظمة. أصبح من الواضح أن القيادة السورية الحالية وعلى الذي على رأس هذه القيادة أعتقد أنه سيكون من الصعب أن يكون لهم مكان في سوريا المستقبل. نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أعلن بدوره أن موسكو وجهت دعوة إلى رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب للمشاركة في مفاوضات بهدف حل النزاع السوري.